السلام عليكم طلاب، اليوم راح ناخذ الريكتيفيكيشن سيركتس او الريكتيفاير سيركتس من تطبيقات الدايود بدوائر الاي سي. من عندنا دايود موجود بدائره اي سي alternating current راح يشتغل كمعدل او مقوم للموجه، يعني شنو يعني يحول موجه الاي سي الى دي سي. ماشي، عندنا نوعين من الريكتيفاير سيركت، عندنا الهالف ويف ريكتيفاير والفول ويف ريكتيفاير. احنا ليش اصلا نحول الاشاره الاي سي الى دي سي؟ لان اصلا الاشاره الكهربائيه مثلا اللي عندنا تجينا من تجينا من المحطه هي اشاره اي سي، واغلب الاجهزه الموجوده بالبيت او بالاوفيس او بالهومز يعني موجوده هي تشتغل على الدي سي. مثلا عندك شاحنه التليفون، عندك التلفزيون، كل الأجهزة تشتغل على الدي سي، فنحتاج إنه نحول الإشارة من أي سي إلى دي سي. مثل ما تجي عندك الإشارة تجينا من محطة 220 فولت، نستخدم محولة تحولها ل 15 فولت. فاليوم عندنا الهالف ويف ريكتيفاير مقوم نصف موجي. اليوم راح ناخذ الهالف ويف ريكتيفاير مقوم نصف موجي. ليش سموه نصف موجي؟ لأن راح ياخذ الأوتبوت يطلع لك نصف الأنبوت. هذا الانبوت اللي عندك، هاي الفي انبوت، هذا الفي اوتبوت. اشاره الاوتبوت هي نصف اشاره الانبوت. فهسه مثل ما تشوف عندك الهاف ويف ريكتيفاير سيركت، عندنا دايود مربوط ويا مصدر اي سي، مربوط ويا مقاومه 1 كيلو اوم. فاول ما تجي راح ناخذ الفي انبوت 6 فولت بيك تو بيك، وناخذ التردد 1 كيلو هرتز. فاول ما تجي هنا راح نقول شنو يشغل الدايود. عندك قسمت الفي انبوت موجب 3 بسالب 3، يعني 6 فولت بيك تو بيك فيرسيوس التايم. نقول شنو اللي يشغل الدايود اذا اجت فولتيه سالبه، سالب للسالب وموجب للموجب. راح يشتغل الدايود، راح يصير بحاله الفورورد بايسنج، راح يمرر فولتيه بنفس الوقت راح يقطع 7/10 اللي هي ضريبه الفولتيه اللي مارة بي. راح يقطع من السالب 3، احنا راح ناخذ الجزء السالب لان هو اللي راح يشغل لك الدايود. سالب على السالب راح يشتغل الدايود، راح يمرر لك فولتيه اللي هي سالب 3، يقطع منها 7/10. الدايود بما انه هو مو ايديال مو مثالي فراح يقطع لك سيليكون دايود، راح يقطع لك 7/10. اذا كان جرمانيوم راح يقطع من الفي انبوت 3/10. اذا كان ايديال نفس هالفي انبوت راح تطلع لنا على الفي اوتبوت، ما يقطع اي فولتيه بها. فراح تشوف هنا منا احنا راح نقيس الفي اوت على طرفي الار لود، هاي الار لود راح نقيس الفي اوت على طرفي الار لود، هاي الفي اوت. فلما مرت هنا الاشاره قطع منها 7/10، قد بقى من السالب 3؟ بقى سالب 2.3. اذا الفي اوت بوت لما الدايود اون، هذه الفي انبوت، الفي اوت بوت لما الدايود اون هي سالب 2.3، يعني هي نفس هالانبوت مقطوع منها 7/10 ضريبة الدايود، سالب 2.3 طلعت لك على الاوتبوت بالجزء السالب. زين، اذا اجى موجب على السالب، هسه جتني الموجب 3، الموجب اجى على السالب مال الدايود والسالب اجى على الموجب مال الدايود، هنا الدايود ما راح يشتغل، راح يصير اوبن سيركت، راح يصير هنا عندك اوبن سيركت، راح يصير عندك هذا شكل الدائرة، هذا الجراوند وهذا مصدر الاي سي. ومنها من راح تقيس الفي اوت والدائره اوبن، اذا ايش قد الفولتيه عندك؟ صفر. فهذا راح يصفر شو وقت بالجزء الموجب، لما اجتي الموجب 3 للانبوت دخلت على الدايود هو بيبدي بالسالب، راح يطفى الدايود ما يشتغل، يعتبر اوف. اذا لما الدايود اوف الفولتيه الخارجه ايش قد عندي؟ صفر. هاي الفي اوت بوت صفر لما الدايود اوف. ماشي، لما يشتغل الدايود بالجزء الموجب راح تطلع لي نفس فولتية الانبوت مقطوع منها الضريبة مال الدايود اللي هي 7/10. هاي لما الدايود اوف، وهاي الحالة لما الدايود اون. اذا نفس هذه الدائرة بس اعكس الدايود، نفسها هاي عندك الهالف ويف ريكتيفاير بس سوينا ريفرسنج للدايود. عندك الفي انبوت 6 فولت بيك تو بيك، تردد 1 كيلو، بس عكست الدايود. انت طبيعي اول ما تيجي تقولي شنو اللي يشغل الدايود، انت عندك هاي الاشاره في انبوت زائد 3 بسالب 3، اذا خليت عليه موجب راح يشتغل. فاني اول شيء ابدي باللي يشغل الدايود اللي هو الموجب، دخلت موجب على الموجب وسالب على السالب، فجتي الموجب 3 اول شيء لحد ما وصلت 7/10، يلا فوق عبر فولتيه. من يعبر فولتيه ايش قد ياخذ ضريبه؟ 7/10، لان مو ايديال. قلنا اذا ايديال الدايود كل هالثلاثه راح تطلع للاوتبوت، اذا الدايود ايديال. فانت منها تقيس الفي اوت،
فش قد تطلع البي اوت هي نفسها زائد 3 مقطوع منها 7 بالعشرة 2.3 بالجزء الموجب. هاي البي اوت هاي البي ان نفسها مالتك راح يطلع لنا الدايود اون. لما الدايود يشتغل يطلع لك 2.3. ومن يدخل من يطفى الدايود بالحالة الثانية من تدخل عليه سالب على الموجب، السالب مال الإشارة السالب 3 راح تجي على الموجب مال الدايود والموجب يجي على السالب، يصير بالعكس. من تفوت لسالب راح يطفى الدايود ما يشتغل، راح يصير وكأنه open circuit الدايود، فصير عندك الدائرة بهذا الشكل، المصدر الـ AC والمقاومة مال الحمل، ومنها راح تطلع الـ Vout. بما أنه هي open circuit فالفي اوت هنا عندك من الدايود مطفي راح تطلع لك صفر، فكاتبين من الدايود اوف الإشارة راح تطلع لك صفر. زين هسه شو يسوون هم؟ ايش قلنا؟ بما انه احنا الاي سي ريكتيفيكيشن سيركت تحول الإشارة الاي سي الى دي سي، فحتى نقرب الإشارة اكثر الى شكل الدي سي، نقربها اكثر الى شكل الدي سي، يعني نخليها كلها بالموجب وتصعد، هذه الصفر ما يصير عندنا، ما نريدها، نريدها إشارة قريبة بها فولتية أما بس موجبة أو بس سالبة حتى تصير أقرب لشكل الدي سي. يعني شنو سبب هذا الأوف؟ قلنا الدايود الموجودة من يطفى ما عندنا مصدر دي سي بالدائرة، ما عندنا قيمة دي سي تنضاف تطلع لي للأوتبوت، فإنه سببها هو الدايود. فأنا إيش راح أسوي؟ راح أضيف من يطفى الدايود راح أخلي له متسعة. فبالمرحلة الأولى هنا هذا الدايود شنو اللي شغله أول ما تجي؟ إذا أنطينا سالب 3، إذا يجي السالب 3 هنا السالب والموجب منها، يجي السالب على السالب والموجب على الموجب، راح يشتغل الدايود. فأنت بهذه الحالة من ضفت متسعة اشتغل الدايود، فولتيته هنا وين راح شحنها؟ أخذ ضريبة، بقت لك 2.3، 2.3 بقت لك بمن؟ بالجزء السالب، لأن يعني قلنا احنا راح نفوت سالب 3، هاي سالب 2.3 بالجزء الموجب من أخذ ضريبة راح تروح وين؟ للمتسعة، راح تشحن المتسعة بهذه الحالة. فأنت الـ V output هنا راح تطلع لك، طبعا احنا راسميها لما الدايود هذا الرسم عندك، لما الدايود بهذا الشكل ماشي بهذا الشكل مال الدايود، هيك راح تطلع عندك إشارة الـ output. شحن والتفريغ بالجزء السالب، بس بهذه الحالة بهذا الشكل هذه الموجب 2.3 هم راح تطلع عندك ارتفاعها بالموجب 2.3، هذا تشارج، هاي منا طلع تي تشارج بالعرض، تي تشارج راح تطلع لي زمن الشحن والتفريغ، وهذا تي ديسشارج. من طفى الدايود ما هبطت الفولتية للصفر، ليش؟ لأن يعني عندنا متسعة شاحنة راح تفرغ فولتيتها لحد ما يشتغل الدايود من جديد، نفس الحالة تشحن، يطفى الدايود راح تفرغ، تشحن، يطفى الدايود تفرغ، وهكذا مرة يصير هذه الإشارة لي فوق إذا عندك الدايود بهذا الشكل، وهذه الإشارة راح تصير لي جوا إذا عندك الدايود بهذا الشكل المرسوم. هسه نربط ونشوف. هي طلاب هسه راح نربط لكم الهالف ويف ريكتيفاير حسب هذه الدائرة اللي راح نربطها، راح نربط لكم هذه الدائرة هالف ويف ريكتيفاير. تجيني دايود الرصاصي هو السالب والأسود هو الموجب، أسود برصاصي سالب وبموجب، الموجب راح تربط على أي نقطة هنا، وهذا على نقطة ثانية. اكو اغلاط عندكم تربطون على نفس النقطة، كل خمس نقاط ذني نقطة واحدة، يعني سويتوا شورت، لازم تربطوا على اي نقطة بعيدة، كل خمس نقاط بالعرض قلنا هي نقطة واحدة، ما يصير تربطون عليها. فالمقاومة من الواحد كيلو بني اسود احمر على الطرف الموجب مال الدايود، والطرف الاخر تربطوا لاي جهة. ورا عندنا مصدر اي سي فولتيته 6 فولت بيك تو بيك وتردده 1 كيلو هرتز، هذا هو المصدر الاي سي، لازم تفرقون بين الاجهزه اللي عندنا، هذا المصدر الاي سي، هذا اوسيلوسكوب مجرد يعرض لك الاشاره. هسه تاخذون الموجب
الموجب مال مصدر وين يروح للسالب مال الدايود. الموجب هو الأحمر يروح للسالب مال الدايود. أي نقطة من ذني الخمس نقاط تربطون عليها صحيحات، يعني هن نقطة واحدة. أي نقطة من ذني الخمسة تيجي السالب يروح للمقاومة، راح نأخذ جراوند مشترك، هاي نقطة الجراوند. أي سالب عندي أسود أخليه على هاي النقطة، أنا فارضتها، أنا اختارتها. بس تجين تعرض لي إشارة الأنبوت تضبطها على 6 فولت بيك تو بيك. تجيب هذه الشانل عندك، هذا الأوسيلوسكوب، هاي الشانل السالب مالتها هذا، تربطه للسالب مال الدائرة مالتك. أي نقطة من الخمس نقاط قلنا هي نقطة واحدة. والجزء الموجب تروح وين؟ إشارة الأنبوت مال فانكشن جنريتر الحمراء، أنت رابطها هنا، راح تاخذ تعرض لي إياها على الأوسيلوسكوب. إحنا إيش قد عندنا؟ الإشارة رايديها 6 فولت بيك تو بيك، من هنا تحدد هذا الرقم، كل مربع 1 فولت. فأما بما أنه أخذت الرقم 1 لازم تاخذ 6 مربعات حتى تنظر بواحد في 6 6، أو تاخذ هذا الرقم 2 وتاخذ الإشارة مرسومة على 3 مربعات. هسه إحنا أخذنا 1، إذن الإشارة منها تبدل الرقم، هاي 1، هاي إذا أردت تاخذها 2، إحنا راح ناخذها 1. ومين نبدل عدد المربعات حتى تصير 6، 1 في 6 6 من هذا السكيل اللي عندك مكتوب عليه امبليتيود، فتاخذ لي 3 مربعات فوق و 3 مربعات جوا حتى تصير 6 فولت بيك تو بيك. باقي لها شويه، زيد شويه، السيدات تحسبها 1 2 3 4 5 6، في 1 6 ضبطت الاشاره 6 فولت. التردد 1 كيلو هرتز، منين تبدله؟ من هنا غير التردد، ناخذه 1 كيلو، الاشاره تضبطوها 1 في 6 مربعات، لازم 1 2 3 4، تبدلت الاعدادات، رجعوها على 6 مربعات. هاي 6 فولت بيك تو بيك. هسه ضبطت إشارة الأنبوت. مثل ما قلنا الهالف ويف ريكتيفاير مقاوم نصف موجي، راح يطلع لك نصف الموجة فقط، يا أما النصف الموجب أو النصف السالب. فمين إحنا منا ناخذ الأنبوت، منا ناخذ الأوتبوت، هذا البي أوت من هاي الطرف نربطه مثل ما شرحنا، مثل ما تشوفون. تشوف القطع من اشتغل الدايود طلع لك الاوتبوت قطع منه ضريبة 7 بالعشرة، واخذ لك 2.3 بالجزء السالب. ومن طفى الدايود اوف صارت عندك الفولتية 0. هاي نوضحها اكثر، تشوف كل مربع يقرأ 1 2.3 7 بالعشرة، اللي هي فولتية الدايود انقطعت. اذا كان عندك الدايود جرمانيوم ينقطع 3 بالعشرة يطلع لك 2.7، اذا كان عندك الدايود ايديال ما ينقطع يطلع لك نفسها 3 فولت انبوت. بس شنو نسوي احنا اذا عكسنا الدايود؟ هذه الدائرة عندك، اذا عكسنا الدايود مجرد القطع راح يتبدل، راح يطلع لك الجزء الموجب. عكس الدايود، نفس الشيء راح يطلع لك 2.3 بس بالجزء الموجب. من تحسبها 2، كل مربع يقرأ لك 1 1 في 2.3، إذن 2.3 بالموجب. هاي من اشتغل الدايود قطع لك بس فولتيته 7 بالعشرة، يعني فوت الموجب 3، قطع 7 بالعشرة طلع لك 2.3 بالجزء الموجب. من طفى الدايود هنا فولتية صفرت عندك. فأني الغرض من هذه الدائرة سوي ركتيفيكيشن، دا حول الإشارة إلى أي سي. زين، هسه هذه الإشارة حتحولها إلى دي سي، العفو، لازم تكون هيك خط مستقيم إشارة الدي سي. هسه مشكلتي هذا الصفر أريده يطلع لي قيمة يقترب من قيمة الفولتية الأوتبوت اللي من اشتغل الدايود عندها، فما أريد الصفر. إذا مشكلتي من يطفى الدايود ما عندي مصدر بديل، ما عندي فولتية دي سي، إيش راح أخلي؟ قلنا نخلي متسعة التوازي قيمتها 1 مايكرو فاراد، نخليها على التوازي ويا المقاومة بهذا الشكل.
مثل ما شرحنا، خليها على التوازي ويا المقاومة، نطلع لي الاوتبوت. نشوف الربل اللي يصير بالاوتبوت، راح يصير عندك تشارجنج وديسشارجنج. وين منطقة الشحن والتفريغ؟ هاي منطقة التشارج، تقريبا ربع او ربع مربع، ربع تضربها في 500 مايكرو سكند تطلع لك التي تشارج. التي ديسشارج ناخذ الزمن، ناخذه بالعرض الاشارة، لان انت عندك تحسب الزمن. مربع ونص، واحد ونص، فيش قد بالعرض نحسبها، عدد المربعات اللي بالعرض، لان احنا التي، هاي التي تايم بالعرض ينرسم، هذا التي بالعرض. فتاخذ مربع ونص في السكيل اللي تشتغل عليه مال تايم، واحد ونص في 500 مايكرو سكند يطلع لك التي ديسشارج. اذا نطلع لي زمن الشحن والتفريغ من نضيف متسعه على التوازي. هي تجربتكم طلاب.